راح اخليها بخاطرها. ما راح اخليها بخاطرها وبقول ان هي مو مصدقه. تمام. طبعا انا وشي حابه اشكر معالي وزير الدفاع انه هو اعطاني هالفرصه الحلوه هذه وبطل المجال للمراه الكويتيه ان هي تثبت وجودها في الجيش الكويتي. وان شاء الله يا رب ان النجاح هذا يستمر ومن نجاح النجاح يا رب. معكم مهندسه دلال العنزي، حاصله اول كويتيه حاصل على شهاده ايروسبيس انجينيرينج اللي هي هندسه فضاء او طيران. طبعا تخصصي كان بشكل عام نبذه بسيطه عنه، تصنيع صواريخ وطائرات ومحركات. ايش عندك بهالتخصص غير هالتخصص؟ ايش الفائده فيه؟ طبعا هذا الشيء سمعته يعني اذا ما اقول لك بشكل يومي بشكل اسبوعي. انزين وواجهته بالفعل يعني في بدايه ما انا كنت قاعده اخوض تجربتي في الدراسه في دراسه تخصص هندسه الفضاء او الطيران، قالوا لي التخصص في الريجن او في المنطقه اللي احنا فيها في الخليج او في الميدل ايست مو مطلوب ومو مرغوب. وانا ما انسى للامانه لما قدمت حق وزارة الدفاع، الوزارة ما بقول الوحيدة بس بالفعل رحبت في هذا التخصص النادر وتبنتني ان انا اكون من اوائل الناس ذوي التخصص النادر اللي ينقبلون في الوزارة. عيل استانستي بالقرار الجديد اللي صار مؤخرا؟ القرار هذا خلى كل اللي حواليه يقولون قدمي. اول ما طلع القرار قالوا انت مفروض انك تقولين اول وحده تنقبلين. انا اسفه على الشيء اللي قلته بس يعني هذا كان شغفي من البدايه. تزعلين لما احد يقول لك هذا المجال مو مجال المراه، مجال رجل؟ هذا الشيء يعطيني دافع اكبر ان انا اثبت وجودي، لان ما شاء الله عقليه المراه خاصه اذا اجتمع فيها حب العمل والشغف ترى راح تكون هذا شيء يعني ماكو شيء بيوقفها. نبي سبورت أقوى، نبي مو بس سبورت، نبي عزيمة أن تقوون حب العمل وخاصة العمل في الجيش للنساء في روح سيدات المجتمع الكويتي.